أكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام دكتور أحمد الطيب أن تجديد ذكرى المولد النبوي هو تجديد لوعي هذه الأمة بذاتها وتاريخها العريق والمشرف وقدراتها المادية والروحية. والدرس الذي يجب استحضاره مع كل ذكرى للمولد النبوي الشريف هو تجديد وعي هذه الأمة بذاتها وبتاريخها العريق المشرف وقدراتها المادية والروحية وطاقاتها الخلاقة، وأن تكون على يقين من أنها تملك دواءها إن أرادت وأعدت للأمر عدتها، وأن نكون على ذكر دائم من قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. كما يجب تجديد العزم على بذل قصار الجهد للتضامن مع غزة وأطفالها ونسائها وشيوخها ومع شعوبنا في السودان واليمن وغيرها، وأن نعلم أن ذلك ليس منة يمن بها على هذه الشعوب الشقيقة المعذبة في الأرض، وإنما هو واجب القرابة في الدين وصلة الرحم وصلة الدم والمصير المشترك. وعلينا أن نكون على ذكر دائم آناء الليل وأطراف النهار من قوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.